بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Deleting Screen Recordings، بمنتهى البساطة نعمل ديليت للسكرين ريكوردينج ازاي يا جماعة؟ طب لو فتحنا الويزرد بتاع السكرين ريكوردينج هنلاقي من تحت حاجة اسمها ديليت ان يوز ريكوردينجز، جاست كليك عليها هيبتدي يحذف لك الحاجات اللي هي مش في اليوز، لكن ده مكتوب عليه ان يوز ده مستخدمين. طب مستخدمينه فين؟ حاول كده تلاقيه في سين، في سين من ضمن السينز بتوعك مستخدم السكرين ده، فعشان كده ده مش راح ينفع انه يتحذف لانه هو موجود اور ان يوز يا جماعه، او في الاستخدام. فالقصه بتاعت ان هو يعمل ديليت للان يوز، فده ان يوز فمش راح يتعمل له ديليت. طيب انا عملت سيلكشن على ده، ممكن ابتدي بمنتهى البساطه اقول له ده ديليت ريكوردنج. الوزرد اللي انا واقف عليه ده الاوفر دايت، لو كليكت عليه ابتدي يحذف لك التسجيل كله من الاساس. فبالتالي كان يوز دوران يوز، لان هو كده كده راح يتحذف منك. دولت الخطوتين اللي انت ممكن بيهم تبتدي تعمل ديليتنج للسكرين كاست اللي انت كنت مسجلها باستخدام البرنامج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.